لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجملة أو الجمل البسيطة في هذا المختصر في مسائل الاعتقاد لهذه العقيدة لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل. يعني ما في كتابة العقيدة الطحاوية لم يجمع كل ما باب بكل ما يخصه في مكان فيضم إليه كل ما يناسبه، بل نوع. ولذلك تجد مثلا الكلام عن القدر يأتي في أكثر من موضع وهكذا، يعني فطارة يذكر المسائل المتعلقة بالتوحيد وبأسماء الله عز وجل وصفاته، ومع بعدها المسائل التي تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسائل أخرى تتصل بالقدر والملائكة، فتجده ينتقل من موضع إلى موضع، من موضع إلى موضع، وتجد الباب المسألة الواحدة تتجزأ في أكثر من موضع، في أكثر من مكان. انتبه معي. فمثلا هنا طبعا قال: المعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراء والمعراج مما يتصل بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل ذلك، ثم عاد إلى كلام آخر خاص بالأسماء والصفات، ثم كلمنا عن الإسراء والمعراج وهكذا. فده يعني طبيعة أو طريقة الإمام رحمة الله عليه في التصنيف، فلا يعني يستغرب من هذا، يستغرب من هذا، لأن طبعا كان الأئمة الأوائل الكبار حينما يكتبون يكتبون من الذاكرة، كان الأئمة يكتبون من الذاكرة، فلذلك تجد الكلام يعني منوع، مش مثلا كما نفعل نحن على قدر حالنا في عصورنا، فمش نفس الوضع. انتبه معي، انك انت بتبحث المسألة مسألة على قدك، لا، ده الأئمة إما موسوعيون، أئمة السلف أئمة موسوعيون وحفاظ، ويسطر أحدهم من رأسه ومن ذاكرته، فتجد الإيه؟ خدت بالك؟ الكلام طبعا ممكن تجد هنا مسألة عرضت مسألة دخلت هنا وهكذا. حتى في هذا المختصر تنوعت هذه الصورة اللي ذكرتها لكم آنفا، واضح؟ طيب، المهم أصل كلمة معراج في اللغة آلة الإيه؟ العروج، آلة العروج، وزي السلم المصعد ده معراج، لأنه آلة العروج أي تعرج أنت عليه. انتبه معي، فالمعراج أصله في اللغة الآلة، آلة العروج. العروج نفسه من عرج يعرج عروجا أي الصعود، نقول عرج إلى السطح يعني صعد إلى السطح، عرج إلى الجبل أو إلى السماء أي صعد. ماشي؟ قال تعالى: تعرج الملائكة والروح. جميل. تعرج يعني تصعد. ماشي؟ في يوم، في الحديث: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي الملائكة. طبعا الملائكة التي تعرج تنزل وتعرج في صلاتي العصر والفجر كما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين باتوا يعرجون يعني يصعدون. وينزل وغيرهم وهكذا. وليس المراد هو اثبات الاله او الوسيله التي عرج بها الايه؟ يعني ما ايه؟ نقول معراج النبي هنا مش المقصود بل المعنى اللغوي. لا يقصد هو المعنى اللغوي انه يكلمنا عن الوسيله التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انما
المقصود إثبات عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وإلى حيث شاء الله عز وجل من العلى. انتبه معي، ده اللي يريد أن يكلمنا عنه في جانب العقدي، أن نعتقد ونثبت عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عرج إلى السماء عروجا حقيقيا كما وبالبدن والروح ويقظة. انتبه معي، أن نؤمن بهذه المعجزة التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبراك الذي يضع قدم عند منتهى بصره كما هو في الحديث، ثم صلى بالأنبياء، ثم صعد من المسجد الأقصى وعرج إلى السماوات، سر إلى ما شاء الله من العلا كما هو ثابت، وفيها ورجع مرة أخرى إلى مكة في جزء من الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المقصود إثبات هذا، وأن هذا إيه؟ وأن هذه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ثابتة في القرآن والثابتة بالسنة في الحديث الصحيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى صلى الله عليه وسلم. فإما يقول معراج النبي صلى الله عليه وسلم، معراج حق، مش يقصد المعراج الوسيلة اللي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي سلكها، لا، إنما العروج نفسه، عروج، كأنه يريد أن يقول عروج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله حق، لكن صار اللفظ إيه؟ ها؟ المعراج، علم على هذا الأمر، إسراء والمعراج، فغلب اللفظ إن المعراج، بل غلب في الاستعمال الشرعي إن المعراج لما بنقول الإسراء والمعراج، واضح؟ وقد أشار الله عز وجل إلى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الإسراء، الإسراء هتكتب العروج، أشار الله الرب عز وجل إلى ذلك في سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. انتبه معي، عند سدرة المنتهى، ثبت في الصحيح طبعا الكلام عن سيدنا جبريل أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورة اللي خلق عليها له 600 إيه؟ جناح، مرتين لو رآه مرتين صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية له 600 جناح، جناح كل جناح يسد الأفق. ماشي، المراد بقى بالإسراء الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي بيت المقدس، فك الله أسره عاجلا غير آجل ورده إلى المسلمين وانتقم من اليهود انتقاما لا يبقي لهم أثرا ولا عين. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقد جاء ذكر صفات المعراج في أحاديث، لكن الغالب أنها ليست أحاديث معتمدة، لكن في طبعا أحاديث صحيحة فيما هو ثابت. إسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات أمر معلوم ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ودلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة. انتبه معي، متواترة، هتجدها أنت لو رجعت إلى تفسير ابن كثير في سورة الإسراء، ساق روايات كثيرة طبعا منها روايات ثابتة صحيحة لا خلاف عليها، بل تبلغ حد التواتر. ولذلك بعض أهل العلم زي كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر الكتاني إيه؟ ذكر هذه الإيه؟ الروايات، وذكرها في المتواتر الثابت. اختلف الناس بقى في، يبقى انا عندي الاسراء والمعراج ثابت ثبوتا بالقران، ادله القران، سورتي الاسراء وسوره النجم، الاحاديث الصحيحه تبلغ حد التواتر الايه الثابته في هذا، واجمع اهل السنه والجماعه على ذلك، لا يعلم منهم مخالف في هذا. اختلف الناس بقى في حقيقة الإسراء والمعراج مع الاتفاق على ثبوتهما، لكن اختلفوا على أي وجه وقع.
على أي وجه وقع، والحق الذي لا مرية فيه ولا محيد عنه أنه كما معي قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والبدن، وعرج به إلى حيث شاء الله من العلا يقظة لا منام، يقظة لا منام. ولهذا نص المؤلف عن ذلك بقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي بشخصه جسدا وروحا، وعرج بشخصه في اليقظة. وده اللي بتدل عليه ظواهر الآيات، سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد جسد وروح. طب معي اسم الروح والبدن معا، وتصدير الآية بسبحانه التي تدل على التنزيه، طب معي يدل على عظم الأمر، والأمر لا يقول عظيما معجزا عجيبا طب معي فوق مقاييس البشر، لأنه بأمر الله عز وجل والله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، إلا إذا كان بالروح والبدن ويقظة. لأن من المنام الرؤى المنامية الناس جميعا ترى الرؤى، الذهاب والانتقال، أنت في الرؤية ترى أنك في الحرم وبتحج بل أقصى وأبعد من ذلك، بل ممكن ترى أنك في السماء، بل ممكن ترى أنك ترى الجنة وترى أنك على باب، ممكن ترى كذا إلى آخره. فالرؤى المنامية تبه معي ليس الذهاب فيها الى ابعد اقاصي الاماكن الممكنه بمستغرب، امر عادي جدا ولا مستنكر، ده بيحدث لسائر الناس. هتبقى ايه المزيه بقى الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت مناما؟ ايه العجيب في هذا؟ بيحدث هذا خد بالك لاي حد المنام، فده كلام بعيد ان تبقى مناما طبعا، ما رؤيه مناميه، الكلام ده مردود. مما يؤكد الحقيقة دي ما جاء في الحديث الصحيح لحقيقة أنها بالجسد والروح ويقظة، ماشي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا استعظموا ذلك وكذبوه. لو قال لهم دول مش لا ده أمر عادي ما فيش فيها مشكلة، لو مش ما ماش فيها ما كان حكى القرآن وما انتبه معي، أيوة كانت تذكر في السنة على سبيل بقى حديث يعني زي الرؤى الإيه اللي بترى، لكن الامر اللي فيه استعظام وذكر بهذا التخصيص، ثم ان قريش تكذب وتستعظم الامر وتستغربه، وينظر الى صاحبك يحيى يذكر انه ذهب الى الايه خد بالك الى المسجد الحرام ثم كذب، ليه؟ لانه كان حكي لهم عن اليقظه، ان هذا تم في اليقظه لا في المنام، في اليقظه لا في المنام. وسالوا كما تعلمون بقى عن اشياء من بيت المقدس خد بالك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فكربت قربة بلك ما كريب يعني أصاب الكرب يعني ما كربت مثله قط، فكربت قربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي اللي هو المسجد البيت المقدس، أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا ها أنبأتهم إيه به. كل الأمر إيه بلك أنت إعجاز في إعجاز، تتجلى قدرة الرب يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. أسرى بعبده يقظة مسجد الحرام مكة إلى مسجد الأقصى، أتلاه بالأنبياء صلى بهم إماما، يصعد السماوات يرى العجائب يحكي عنها يذكر، كل ده يقظة صلى الله عليه وسلم وفي جزء من الليل صلوات الله وسلامه عليه. انتبه معي، وبالروح لأنه كان بالروح فقط برضه مش هيبقى إيه، ما هو ده قريب من المنام، ما ده قريب من المنام، انما العجب ان ده بالروح والبدن. انتبه معي، وده اللي دلت عليه ظواهر الالفاظ، ظاهر اللفظ، ماشي. وكذلك العروج به بقى الى ما شاء الله من العلا كان بشخصه يقظه لا منام، ده الامر الخارق العظيم ان تقطع هذه المسافات يقظه ببدنه وروحه في جزء من الليل ثم يعود صلى الله عليه وسلم، ماشي. وفي حديث طبعا الإسراء والمعراج كما تعلمون أمور كثيرة فيها أن جبريل عليه السلام صعد به واستفتح له السماء ثم فتح له، فلقي الأنبياء كما تعلمون في الحديث طبعا، لقي آدم
وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس سماء الرابعة وهارون وموسى وإبراهيم عليه السلام، وعند كل سماء يستفتح، يعني يطرقون ثم يستفتحون، فكل سماء لها أبواب وحراس من الملائكة، ملائكة الله عز وجل، وكل ذلك من الغيب لا نتصور ولا ندرك حقائقه، يعني كما ذكر نصدق ونؤمن ولا نتجاوز في وصف شيء إلا عن نحو الوارد، نؤمن ونسلم. انتبه معي أن كل سماء لها بواب، وأن الأنبياء على النحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي في سماء من هذه السماوات المذكورة كما في الحديث المفصل في هذا الأمر. فيستفتح جبريل يقول له الملك الموكل بباب السماء من؟ يقول جبريل، فيقول من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هل أرسل إليه؟ فيقول نعم أي جبريل، فيقول مرحبا ولنعم المجيء جاء. عند كل سماء تبه معي يتجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث الصحيحة بأنها يعني أوراقها ك يعني آذان الفيلة، وثمارها كقلال هجر، كقلال هجر سدرة المنتهى، وصفها أن الأوراق زي آذان الفيل أذن الفيل، والثمار كقلال هجر، كقلال هجر. وما فرض عليه الصلوات الخمس في هذا الموضع، عشان كده الإسراء كان والمعراج كان في مكة، فرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بقى الحديث اللي إيه فرض الصلوات، وهو يعني يتردد بين ربي عز وجل وبين موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وموسى عليه السلام يقول له عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فسأل ربك التخفيف لحد ما استحييت من ربي، فأمضاها الرب عز وجل خمسا في العمل وخمسين في الإيه في الأجر. وهذا يدل أيضا على علو منزلة الصلاة، وأن أعظم الأعمال والفروض العملية، حتى إن الله عز وجل فرضها في هذا المقام الشريف، مقام التكريم، والذي كلم الرب عز وجل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بغير واسطة كما كلم موسى عليه السلام. انتبه معي، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عليا لم يصل إليه أحد من خلق الرب قبله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على علو شأن النبي عند ربي وعلو منزلته وتكريم الرب عز وجل له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده دليل صريح وواضح وحاسم في إثبات العلو للرب جل وعلا. وإن تعجب فعجب شأن أهل البدع الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتغنون بهذا ويشنعون على من يخالفهم يدعون إلى السنة الصحيحة ويحذر من بدعهم. تبع معي، ثم هم ينفون علو الرب، أنتم بذلك تنفون هذه الإيه المعجزة الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقولوا لنا كيف كان سماوات ثم ما بعد سماوات ثم خاطب ربه سمع حتى وصل لمكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام كتب في لوح المحفوظ. طيب، وكلمه رب عز وجل وفرض عليه، ما معنى هذا؟ انتبه معي، لكن يبقى ما فيش علو في كل مكان؟ تعلموا ضلالة هؤلاء وانحرافهم عن الحق البين الواضح الذي لا شك فيه ولا مرية. طيب، وقال بعضهم لو كان مناما قلنا هذا بإيه مرضو احتجوا برواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، واستيقظ وهو في المسجد الحرام ماشي، ورد ذلك المحققون وقالوا هذا وهم من شريك، هذا وهم، أي وهم في هذا الحديث، في مواضع معينة في الحديث بتبقى كلام الحفاظ الأكابر والثقات الأثبات يرد إليه، فالزيادات منها المخالفة للنص بتبقى فيها تدل على الوهم والاضطراب لما بنرجع إليه، فده وهم. أهل الحديث الكبار حكموا على هذه الزيادة بالإيه؟ بالوهم، بالوهم، وهذا قول باطل ليس بشيء. فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، انتبه معي، إني رأيت في المنام، لم إيه لم يكذبوه.
واضح يا جماعه؟ لانه لو قالهم في المنام ما كانش هيبقى فيه تكذيب ولا فيه اشكال خالص ولا في اي مشكله. هذا امر عادي بيحصل لاحد الناس، هذا امر عادي يحدث او يحصل لاحد الناس. ونسب الى عائشه ومعاويه رضي الله عن ان الاسراء والمعراج كان بروحه دون جسدي، وهو راي غير مقبول ايضا، يعني راي مردود ايضا. ليه؟ يرد عليه ما يرد على القول بانه كان مناما. ازاي؟ لانه لما يكون الجسد باقي عندهم ودي ما هو ده ما فيش فرق، والروح اللي غادرت، طب ما هو حتى الانسان في النوم الروح بتفارق الجسد، مش مفارقه تامه طبعا، ماشي، عشان كده مسمى الاخباط الصغرى. طيب والفرق يبقى الفرق ايه بينه وبين الرؤيه المناميه؟ مفيش فرق كبير بين هذا وبين الرؤيه المناميه. وايه معنى ان جبريل ياتيه بالبراق يحمله عليه؟ طب بالروح هتحتاج ليه البراق يحمله؟ ما بيسافر الروح بتاعه، انتبه معي، ويسير به ويصلي بالانبياء، كانت الرؤيه لا تصلي بالانبياء امام؟ انتبه معي، ويصعد ويخاطب ربه ويدور لا هذا كله ايه؟ انما فده قول فيه نظر خلاف ظاهر الادله، ظاهر الادله واضح بعبده، انتبه معي، بي اي بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ومن اختار هذه الاقوال من العلماء اراد ان يوفق بين الروايات فيقول ان الاسراء كان مره، بعضهم بقى قال لك كان مره يقظه ومره مناما، ومره في مكه ومره في المدينه. الامام ابن القيم تصدر لهذا الكلام وفنده رحمه الله عليه. ليه؟ قال هذه طريقة ماشي ضعفاء الظاهرين أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة إيه؟ أخرى، يعني ما يلقى لفظة بعض الروايات يقول لك لا ده حدث مرتين، لا لا، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. يقول والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ثم يقول عجبا لهؤلاء الذين زعموا انه مرارا، يعني مرات متعدده، كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مره تفرض عليه الصلاه 50؟ ازاي يعني يتعدد وكل مره الصلاه تفرض 50 ثم يتردد بينه وبينه وقد حسم الامر والناس بتصلي خلاص، يبقى المره ازاي يعني؟ طب ازاي يعد كلام في الصلاه؟ ما فرضت والناس بتصلي بالفعل في مكه، تعرف الصلاه فرضت عليه قبل الهجره بثلاث سنوات صلى الله عليه وسلم، بعد عشر من البعث، من البعث، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي هيبقى كل مره بيعاد الكلام ويتردد ويقول له يا رب بخفف، وهي خلاص فرضت وانتهى العمل، مضى العمل ومضى امر الله بهذا، خمسه في العمل وخمسون في الاجر، ازاي يستقيم هذا؟ تابع معي، كيف يستقيم؟ طيب ثم يقول امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المره الثانيه برضو، ها خلاص امضيت والله يحكم لما خلاص مضى الامر، ازاي يبقى تكرر ويقال خلاف؟ انتبه معي، فالصواب ان الاسراء والمعراج حدث مره واحده، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الهجره، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وقد اتفق اهل العلم ان الصلوات الخمس فرضت عليه وهو في مكه في الهجره قبل الهجره، والمشهور من ذلك انها كانت قبل الهجره بثلاث سنوات، وقيل باقل وقيل بايه؟ باكثر. وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة كما ذكرنا على عظم شأن الصلاة، لأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، في شفاء، انتبه معي، فرضت عليه وهو في أعلى المقامات كما ذكرت لكم فوق السماوات، يدل على مدى عظم شأن الصلاة وأنها محبوبة للرب حبا عظيما، انتبه معي. طيب في قصة الإسراء والمعراج زي ما بقول من الفوائد فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى، وإن ربنا عز وجل خدت بالك مستوٍ على عرشه باير من خلقه، وده الأدلة حتى كلها، يعرج حتى الملائكة تعرج يصعد إليه، أنا مش بتكلم في الأدلة كثيرة على العلو، لكن أنا أذكر هذا كدليل من الأدلة، وإن كان الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن الأدلة تزيد على الألف دليل في الكتاب والسنة، فضلا عن أدلة العقل والفطرة المثبتة لعلو الرب جل وعلا والدالة على ضلال أولئك الذين ينفون علو الله عز وجل وانحرافهم وزيغهم.
فيها إثبات صفة الكلام والتكليم لله عز وجل، لأن الرب كلمه كلاما مباشرا بصوت يسمع كما كلم موسى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع، انظر، فاستمع لما يوحى. ومعلوم أن استماع أو السماع يكون لكلام بصوت، فالرب هو كلم نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي يكلمه، هذا استكليم إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا، وأنها صفة ثابتة لله عز وجل على النحو اللائق بكماله وجلاله تبارك وتعالى، يتكلم بما شاء على النحو الذي يشاء في أي وقت يشاء، صفة ذات وفعل في وقت واحد كما ذكرنا ذلك قبل هذا. فيها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلم ربه مباشرة كما كلمه موسى عليه السلام. ما من شيء أعطيه نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأعطى الله عز وجل لنبيه مثله وزاد عليه بعد ما بعد ذلك. انتبه معي، موسى كلم الرب عليه السلام، والكليم طبعا علم وشرف طبعا عظيم، وقبلت قصة لموسى، ونبينا أيضا الله كلمه صلى الله عليه وسلم. المعجزات المادية الحسية كلها، انتبه معي، النبي أعطي من المعجزات المادية. بعد تصور لما النبي يقول وكان النبي أعطيته قرآنا يتلى، فأرجو أن أقول أكثرا تبعا، لا، دي أعظم المعجزات، القرآن إنها معجزة ثابتة أبدا الدهر، لا تتغير ولا تتبدل، ده تبديل لكلمة الله، شاهدة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدى الماء البشر والجن الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دي أعظم، لكن أعطي من المعجزات المادية أيضا ما فوق ما أعطيه الأنبياء، انشقاق القمر، ومن موسى عليه السلام ضرب الحجر فجرت منه 12 عينا، النبي صلى الله عليه وسلم الزجاجة يضع ويفور الماء منها فينبجس الماء يشرب كل من كان معه في الغزوة لأنه قرابة، هو انبجاس الماء من الحجر ليس عجيب، يعني معلوم أن الحجر يجمع ويخرج الماء، عين الماء تخرج منه، لكن زجاجة يفور الماء من هذا الفوران ويفضل فعلا ويملؤون ويشربون وكل ما يحتاجون اليه صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، وفي كتب مستخفيه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الماديه وهي كثيره، يحن له الجزء ويبكي لا يسكت لما اتخذ المنبر وترك حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده فيهدأ يشكو اليه الجمل فيكلمه، كان الى اخر بقى معجزات النبي لا حصر لها صلى الله عليه وسلم المادية. المعجزات المادية النبي أوتيها، لكن القرآن أعظمها يا معي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن رفعه الله عز وجل إلى مكان لم يصل إليه أحد قبل ولا بعده صلى الله عليه وسلم، علو منزلته. وفي هذا الموطن يصلي من الأقصى إماما بالأنبياء إعلاما وإذانا، بأنه إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وبأن الأقصى قد سلمت أو سلم أمره لهذا النبي وأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلاص، مسجد ده ال 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 الأمر أمره والإشراف عليه ويكون بيد هذا النبي وأمة هذا النبي. وده قبل أن تسلم الأمة المسجد تسلما في عهد عمر بن الخطاب. لكن خلاص ده إذا انتقلت، ماشي، انتقلت يعني هذا المسجد وكل شؤونه، انتقل الأمر من قبل ذلك من إسرائيل غيره إلى رسول الله هذه الأمة، لأن دي الأمة المتبعة للأنبياء والرسل جميعا، صلى نبيهم بالأنبياء جميعا إماما، لأن أمة الأنبياء جميعا لا نفرق بين احد من رسله. فكل حد بقى بعد بعثه النبي ده عايز يكون في زمره اهل الايمان يدخل الجنه، لا يسع الا ان يشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله، خلاص. واي طريق اخر قد شد على البشر، ما عادش في طرق ثانيه. هتقول لي بقى الدين ولا اي حاجه، ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا من احد كائنا من كان بعد بعثته الا ان يؤمن به. خلاص، امور مقطوعه.
ثوابت ما فيش فيها كلام ولا شك ولا نقاش ولا تقبل نقاش ولا تبه معي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوصل لمكان يسمع فيه صريف الأقلام والصوت ويكتب اللي كتب من الملائكة معلوم كتب لك كلمات الرب لا تمتد كما بين الخير وأقدار الرب وأمره عز وجل وتدبيره لكونه وملكه. فسبحان الله يقول مع هذه الأعمال العظيمة يتم هذا في ليلة، يعني كل ده يتم في ليلة، ده أمر خارق. ما نسألش فيه بقى بكيف، لأن الرب يفعل ما يشاء، يقول شيء كن فيكون تبارك وتعالى. ماشي. طبعا ساعتها كان استغراب، أنت النهاردة يعني إيه اللي يقول لك لا عقل منه، إحنا النهاردة بيحدث أمور يعني إيه، هو كان يتصور أحد من الناس إن أنت حد يقعد في أقصى الدنيا اليوم ويخاطبك وتسمعه؟ ها؟ تصور هذا؟ عشان بس ما يجيش حد يقول لك اه وازاي وحصحص ازاي؟ حد كان يتصور هذا؟ حد كان يتصور مثلا ان بتاعة صغيرة اللي بيسموها ايه دي فلاشة ويسموها انتوا تسموها ايه؟ ولا قرص مدمج هذا؟ تجمع فيه بقى كتب لو طبعتها في الأوراق تحملت يعني هقول لك يعني مراكب عديده، واخد بالك انت مركبات عديده عشان تحملها وفي القرص المدمج، انت تصور هذا؟ انتبه معي. فاصبحت يعني انت بالعكس، ده الاشياء اللي بتجد ديت وعلم الله فيها الانسان ما لم ياكل يعلم وما لم يعمل ومن على الباب تزيد اهل الايمان ايه؟ ايمانا وتسليما. اذا كان ده من فعل البشر لمجرد ان فتح الله عليهم بابا في هذا، ده بفعل الرب تبارك وتعالى. شو اللي قالوا عصر ده؟ عصر العلم يشهد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعدد ويؤكد ان ما جاء به هو الحق صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. عشان بس ما يجي واحد يقول الشباب ويقول لك دخل والماء، لا، كل اللي حدث ده تم معي. وكل كلما تقدمت البشرية خطوة إلى الأمام في العلم، كلما دل هذا على صدق ما جاء به رسولنا وزاد أهل الإيمان إيمانا ويقينا وزاد من براهين الحق والصدق والأدلة على هذا. مش بقى يبقى العكس زي ما الجهل والحمق، لا مش العكس، انتبه معي. طيب المركبات الفضائيه وقطع مسافات بلد كبيره جدا في اوقات الى اخره يعني. فكل ده من باب سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، انه الحق. ف الله طبعا بنقول الكلام ده بس ليه؟ لكن نحن نؤمن بقدره الرب جل وعلا من باب الردود على ايه؟ على من يستعظم هذا او يستغرب هذه الامور. تبع معي، يقول لك اللوح المحفوظ والكتاب فيه مقادير الخلائق. طب ماشي، كان استغرب قبل كده من اول اقبالك الى ما هو كان الى يوم القيامه كل محوائده وارزاقه وكل صغيره وكبيره مستغرب. انت قرص قد كده شوف برود مش قد كده دلوقتي، ايه الغرابه في كده؟ ما عادش. اه طب ابليس دخل ولا ما دخلش؟ ازاي كان نزغ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب دخل الجنه ما دخلش الجنه؟ طب ده انت راجل قاعد في امريكا عمال ينزغ لك، ولا مش امريكا اقصى مكان ممكن في الكره الارضيه وبيخاطبك في النت وخاطبك في قلب وبينزغ ما جاش قاعد معاك ولا دخل مصر ولا يحتاج تاشيره يخش ولا اي حاجه خالص؟ قال عاجبت كده يعني؟ ولا حاجه. سويهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه ايه؟ انه الحق. وده صنع بشر علمه ربه تبارك وتعالى، طبعا لولا ان الله علمنا هذا ما استطعنا. انتبه معي. فما بالك بالرب جل وعلا الذي احاط بكل شيء علما وبكل شيء قدره، وانما امره ظهر هذا الشان يقول كن فيكون تبارك وتعالى. انتبه يا عباد الله، ان المساله فيش فيها اي استغراق. انتبه معي، رب يفعل ما يشاء تبارك وتعالى.
عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.